أخبرني أحد الفضلاء، يقول عندي في قريتي التي أعيش فيها رجل ما يلم به أمر من أمور الدنيا إلا ويشغل سيارته بيتهم، يبعد عن مكة ما يقارب 700 كيلو، ويتوقف في الميقات ويطوف ويسعى، وبعد ما يفرغ من عمرته يدخل الملتزم ثم يسأل الله عز وجل في أن يقضي حاجته، والله ما يخرج من الملتزم إلا وقد قضى الله حاجته. يقول رزقه الله عز وجل ببنت كانت معاقة عندها قدمين، لكن هذه القدمين لا تسير كغيراتها من البنات. يقول لما بلغ عمرها 7 سنوات يقول رضي بقضاء الله وقال هذا قضاء الله وقدره. يقول لما بلغ عمرها 7 سنوات يقول تفطر قلبي على هذه الفتاة، على هذه البنت، قريناتها من أبناء إخواني وأخواتي كلهم في المدارس يسيرون على أقدامهم، وهذه البنت قلبي يتقطع قلبي عليها حسرة وألم وكمل. يقول فتذكرت الملتزم وتذكرت العمرة وتذكرت أن أعرض حاجتي على الله. يقول فأخذت ملابسي وشغلت سيارتي واتجهت على مكة، والله ما خرجت إلا أطلبه وأرجوه وأؤمله. يقول وصلت الحرم وطفت سعيت وتحللت من عمرتي، ثم من الساعة 2 الظهر دخلت الملتزم وبدأت أسكب العبرات. يا الله يا قاضي الحاجات، ها أنا الآن في بيتك العظيم أرجوك وأؤملك وأناشدك. اللهم إن قلبي يتقطع على هذه الفتاة، اللهم إنك تعلم أن قريناتها يسيرون على أقدامهم، وأنت يا رب قد أعطيتها أقداما لا تستطيع أن تسير بها. اللهم يا ربي يا من رددت يوسف على أبيه يعقوب رد عليها صحتها وعافيتها. اللهم يا من شفيت أيوب اشفها الآن الآن يا الله. يقول صاحبنا يقول نزلت من الملتزم وشغلت سيارتي ورجعت لبيتنا، بعد ما يقارب 8 ساعات طرقت الباب على أهل بيتي وإذا البيت مقفل. يقول والله ما فتح لي إلا ابنتي الذي عمرها 7 سنوات. يقول بدأت أقول لزوجتي كيف الله، قالت الساعة 2 الظهر والله أن الله شافاها وكأنها أطلقت من عقال. من الذي عافاها؟ من الذي شافاها؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه الله عز وجل هو الذي بيده ملكوت كل شيء.